Bonjour à toutes et à tous, chers élèves de première année du baccalauréat. Donc aujourd'hui, on va voir le dernier jour d'un condamné, le chapitre 27. Avant de commencer, s'il vous plaît, donc je vous conseille de prendre un agenda ou bien un cahier dans lequel vous préparez et vous faites vos cours. Donc allez-y, mdawa encore si je savais comment cela est fait. Waouteni ou la marrochra. كون كنت عارف كيفاش هاد الشيء كيدار اي دو كيل فاسون اون مور وشنا هي الطريقه اللي كنموتوا بها لا دوسو مي سي اوريبل لكن هاد الشيء كيخلع جو لو سي با ما عرفتش لو نون دو لا شوز اي افرويابل اسم هذا الشيء هو مرعب فهنا هاد لا شوز هادي كيهضر على لا غيوتين اون فوا فوار بار لا سويت كيسكو سي كون غيوتين اي جو نو كومبرون بوان وما كنفهمش كومون جي بي جوسكا بريزون كيفاش قدرت حتى لهاد اللحظه هادي ليكريغ انني نكتبها او لا نطقها اشنا هي هاد لا شوز دونك لا شوز قلنا في هاد ليكستري هذا هو ولا هي لا غيوتين يعني لا ماشين بار لاكيل فا اتر اكزيكوتي لو كونداني ديالنا لا كومبينيزون دو سي دي لتر دونك التركيبه ديال 10 الحروف ديالها leur aspect, le mظهر ديالها, leur physionomie, يعني التركيبة كيفاش مصايبة, كيفاش منسجمة, et bien fait, مصايبة بواحد الطريقة مزيان, pour réveiller une idée épouvantable, باش تفيق ليا واحد الفكرة اللي هي مفزعة. Alors, هنا عندنا, je pense, une figure du style, pour réveiller une idée épouvantable. هنا باش تفيق ليا واحد الفكرة اللي هي مفزعة. واش نقدروا نفيقوا فكرة؟ حنا ما نقدروش نفيقوا فكره ولكن نقدروا نفيقوا شي حاجه ملموسه بحال انسان او حيوان باغ اكزومبل دونك هنا هاد ليدي هادي ولا هاد الفكره هي غير ملموسه ورجعناها ملموسه يعني نقدروا نقيسوها الوغ في هاد لوكا هذا فكنكون دزنا دين شوز كي ابستريت واحد لا شوز اللي هي كونكريت يعني شي حاجه غير ملموسه ورجعناها ملموسه فكنتكلموا على اون فيغور دو ستيل كي سابيل لاليغوري On va les mettre entre parenthèses. Donc, allégorie. Achna y a allégorie. Y a la figure du style. Li mkhilalha. Kanati. Wahed shi. Sifa dil enne hum el mous. Waqi'i. Riel. Nqeddu l'imsou. Nqeddu. Ntfa'lu ma'ah. Limite li ma'rouf ala dalik. Bhal daba. Matalan. Quand on parle de la justice. Yani mi kankounu kantikalmu ala l'adala. Fa l'adala anda wahed rmz. الرمز ديالها هو لا بالونس يعني الميزان فالعداله الا جينا نتكلموا واش نقدو نلمسوها واش نقدو نشدوها ما يمكنش في حين الرمز اللي عاطينها ليها اللي هو لا بالونس يعني الميزان نقدو نلمسوه نقدو نشوفوه اذا هنا دزنا من واحد الشيء اللي هو العداله غير ملموس رجعناه لما هو ملموس يعني كونكريت حقيقي فكنتكلموا على اون اليغوري اون كونتيني Et le médecin de malheur, ou le tabib de l'bous ou de l'huzn, qui a inventé, il a dit, la chose avait un nom prédestiné. Il a dit, 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 il a tabib, dit, il a dit, l'image que j'y attache, donc, sur le lien, le sqfiha, ou le lien, il a dit, toujours quand je regarde la chose. L'image que j'y attache, donc sur la ligne d'Iliha, à ce mot I2, l'aide de Kalima, le Brinon Goulou, le Kalima, le Khaiba, le Mokrefa, est vague, même Fumesh, Rameda, indéterminé, Rer Mouhdada, et d'autant plus sinistre. Yani, plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. Gal Kulla Harf Mouhrof, dit l'aide de Kalima, la guillotine. شبهها اون بيس دو لا ماشين يعني هي قطعه من واحد الاله فملي كنتكلموا على سيلاب لي سيلاب كيف كنعرفوا في الفرنسيه باغ اكزومبل هاد سو كتسمى اون سيلاب هاد مو كتسمى اون سيلاب يعني هما واحد مجموعه ديال الحروف اللي كيشكلوا لي في الاخر واحد 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 النطق واحد مجموعه ديال الكلمات الوغ شاك سيلاب يعني كل قطعه من ديك الكلمه اللي هي لا غيوتين فكيشبه انها كتشكل لي قطعه من ديك الاله اللي غادي تعلم بها فيما بعد هنا عندي واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي لا كومباريزون سي تري سامبل بيسكو عندي هنا لوتي دو كومباريزون اللي هو كوم دونك اون فا لو ميتر اون كولور
Donc, je vais laisser la bêche une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis. كان صايب منها أو لكان نشأ منها كان ركب منها إيجان ديمولي وكان محي منها أو لكان دمر فلاحظوا معي هنا في هاد الفرازة دي عندنا واحد دومو عندي كونستخوي وعندي كذلك ديمولي فكونستخوي هي أنشأ شيء بنا شي حاجة باغ إكزومبل تنقولوا بنا ديمولي جاي من الفيرب ديمولير سيتادير ديتخوير يعني ندمر واحد الشيء نخربه فعندي هنا دومو ويا إكزاكتومون عندنا دو فيرب كي سون أنتونيم يعني واحد فيهم ضد الآخر. ميك يكونوا عندي جوج ديال الكلمات كي سون أنتونيم دون لا ميم فراز اون بارل دون أنتي تيز دونك ندير هنا أونتر بارونتيز دونك سي تون أنتي تيز يمزا كنهضروا على أنتي تيز إلا كانوا عندي دو مون ولا دو إكسبرسيون لان كونتر لوتر دون مانيير زعما اللي كيكون عندي فيها لو سونس يعني العكس ديالو في نفس الجملة فكنتكلموا على أنتي تيز. Je n'ose faire une question là-dessus. Donc, na, je n'ose faire rien, mais quand je rush, soul, elle a dit, ou elle a dit, chez Ada, enfin, ose, c'est le verbe oser, oser, y a toujours un. Donc, on me rush, non, y a toujours un, elle a là, elle a dit, elle a dit, elle a dit, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est. Ou la kilim dans le moraïb, n'a pas de fouche, n'a pas de ni comment s'y prendre. Ou elle a dit, كيفاش نستعملوها ولا كيفاش كيديروا ليها il paraît qu'il y a une bascule على ما يبدو il y a une bascule quand vous couche sur le ventre على ما يبدو كاينه واحد لا باسكول لا باسكول كيعني بها هنا واحد البلانشه ولا واحد الفرشيه ولا شي حاجه كيناسوا ليها et quand vous couche sur le ventre واللي كتنعس فوق هذيك لا باسكول فوق هذيك الخشبه على كرشك كتنعس فيه على كرشك بطبيعه الحال فهنا تنعس على كرشك باش يديروا لك المساج وانما باش يعدموه باش يقطعوا ليه راسه مي شوفو بلانشيرون شعري غادي بياض جاي من لو فير بلانشير كونجيغو او فيتور افون كو ما تيت نو تومب دونك شعري غادي بياض قبل ما الراس ديالي انه يطيح فهنا كيشير لانه غادي يتعدم دونك هنا في هاد ليكستري كي تري كور بيان سور اي تري فاسيل ا كومبروندر عندنا لو ريزومي ديالو شنو هي اهم حاجات في هاد de l'extrait là. Enfin, le condamné est obsédé par la guillotine. يعني le محكوم عليه obsédé par la guillotine. نرد البال كلمة la guillotine كيفاش كتكتب. Obsédé كتعني مهووس يعني ملي نقولوا obsédé par une pensée par exemple يعني مهووس بواحد الفكرة يعني تلازمه ليل نهار. فالمحكوم كانت هاد كلمة la guillotine يعني خلعه بواحد الشكل كبير لدرجة كيفكر فيها jour et nuit. Elle essaie d'imaginer comment on l'utilise. وكي يحاول يتخيل كيفاش كنقدروا نستعملوها اي لو تيريفي هنا يعني ترعبه جاي من لا تيرور شي حاجه اللي اكثر من الخوف يعني زيد على الخوف فهي ترعبه تقريبا هذا هو اهم ما جاء في هذا الاكستري هذا دونك دائما كيف ما العاده ديالنا فمن بعد ما تنخدموا الاكستري تندوزو لي كيسيون امبورطونت كي بوف اتر بوزي سور ce passage. Alors, la question courante que vous connaissez bien sûr, c'est la situation du passage. C'est mon droit. C'est le mot. Enfin, cette situation du passage, c'est le plus important que vous avez écrit dans le question. Mais il y a un peu plus important le jour de l'examen, par exemple, il s'agit du dernier jour d'un condamné écrit par l'écrivain français Victor Hugo. Décès d'Akda, elle est née Fadla Dajhadi, ainsi que. Le nombre d'elle est le chapitre 27. Mais le mouhim est le mouhim. Donc, la situation de passage. C'est le jour de l'exécution, donc le narrateur se trouve à la conciergerie. فالراوي كيتواجد في لا كونسييرجوري اللي كنا سبقنا وذكرنا بها في الفيديو السابق على انها سيتون بلاص اللي كيتواجدوا فيها المحكومون بالاعدام دونك ابري كيلا ايكري اون ليتر ا سا بيتيت في ماري وكيف شفنا في الشابتر 26 اللي قبل من هذا فكان كتب واحد الرساله لبنته ماري ايل بارل دو لا غيوتين اما في هذا الاكستري فهو كيتكلم على لا غيوتين هاد لا غيوتين شنو هي سيتون ماشين
de son exécution. يعني الآلة اللي غادي نستخدموها باش نفذوا عليه هذا الحكم كي لوبسيد التي يعني تستحوذ على افكاره. دونك تقريبا هذه هي سيتوياسيون دو باساج ديال لو شابيتر ديالنا. كيستيون نيميرو 2 او سو تروف لو ناراتور. ف بطبيعة الحال بويسكو درت لكم واحد التقسيم قبل ما فيها باس نعاودو نديرو واحد التذكير دونك ان بيتي رابيل. عندنا من لو شابيتر 1 حتى لو شابيتر 21 فهنا لو كونداني كي تواجد في بيسيتر دونك لا بريزون دو بيسيتر ومن 22 حتى ل 47 فهو تيكون في لا كونسيرجوري اللي هو الحاله ديالنا في هذا الاكستري هذا حيتاش حنا في شابيتر دابا 27 دونك il s'agit de la conciergerie ومن بعدها اللي هما لي دو ديرني شابيتر دي رومون اللي هما 48 وكذلك 49 فكيتواجد في لوتيل دو فيل اللي هي لا بلاص دو ليكزيكسيون البلاصه اللي غادي يعدموه فيها الوغ لو ناراتور في هذه الحاله فهو كاين في لا كونسيرجوري. Question numéro 3. De quelle machine parle le narrateur ? An ayi alatin yatahaddathu ar-rawi ? Donc il parle de la guillotine. Qui a inventé cette machine effroyable ? Chkoun li khtara had al-ala al-murawi'a ou al-mufzi'a la bghit tqoulou ? Fa had al-ala hadi khtara'a wahed at-tabib donc elle est inventée par un médecin. Question numéro 5. Comment évoque-t-il cette machine ? Fa hna kiqoul lik kifash anna le narrateur كيتكلم ولا كيفاش كيدرج هاد لا غيوتين في الاكستري ديالو في لو شابيتر اللي بان لينا في هاد لو شابيتر ان كلمه لا غيوتين ما تقالتش ما قالهاش علاش دونك فقط هو كان تيوحي بالرموز ديالها دونك ال اوفوك سيت ماشين دون مانيير دونك تيعبر على هاد لا ماشين هادي بواحد الطريقه دون مانيير اسو كي ميتوليز با سون نون بانه ما كيستعملش الاسم ديالها مي سولمون لكن فقط سي كاركتيريستيك المميزات ديالها سا فورم اي سي بيس يعني الهيئه ديالها والشكل ديالها كيفاش مدايره سولا مونتر ا كيل بوين وهذا كيبين ليا لاي حد لو كونداني ا بور لاي حد هذا المحكوم فهو خائف دو لا مانيير بار لاكيل ايل فا اتر اكزيكوتي فهو خائف من الطريقه اللي غادي تعدم بها. كيستيون نيميرو 6 دو كوا اتيل بور دونك لو ناراتور مناش خايف واش من الموت اولا من المعاناه قبل الموت سوفخير افون دو مورير دونك بيان سور الا بور دو سوفخير افون دو مورير ف كي تبادر للذهن ديالو على ان هاد لا ماشين هادي تقدر ما تعدموش بواحد الشكل سريع يعني ربما ديك لا لام ولا ديك لا غازوار اللي غتكون في لا غيوتين يكون فيها شي عطب ولا تكون تتقتل بواحد الطريقه اللي هي كتعذب فهو خايف من انه يعاني قبل ما يموت. Question numéro 7. Donc, relevé du texte, les termes, les barat ou ta'abir qui montrent que cette chose lui fait peur. Li kat'abbar ala anna hadha shay hadha kikhla'o, yani yur'ibo. Donc, bla ma narja' al texte, fa hawlt nakhod likom hana deux juj dial les expressions qui sont très claires. Adna loula, ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Fa sha'r diali, les cheveux diali, ghadi nbiadou qbel ma rasi tih. دونك وهاد الدلاله هادي كتبين على ان فريمون لو ناراتور الي اوبسيدي بار لا بور فيت بور ريفيي اون ايدي ايبورونطابل تدارت باش تفيق واحد الفكره اللي هي مفزعه فهنا عندنا اللي كتفكرني في ايبورونطابل هي مفزعه دونك عندها علاقه بلا بور. كيسيون نيميرو 8 Relevez à partir du texte une comparaison et faites sortir. Donc, il s'agit à partir du texte une telle comparaison. C'est pas de la comparaison, il y a une comparaison. Ou essayez de faire sortir. Il y a une jibed liya min dik el muqarana chno. Hawl jibed liya le comparer. Ou kadalika le comparant. Ou kadalika l'outil de comparaison. Donc la comparaison li kant adna. Et je pense que c'était la seule comparaison dans ce passage. Donc chaque syllabe est comme une pièce de la machine. فكان شبه ليا الحروف ديال كلمه غيوتين على انها قطع من الاله صافي. دونك quand vous voyez au milieu il y a le comparatif ou l'outil de comparaison اللي هو comme وبطبيعه الحال فهاد السيلاب هادي هو المقارن والمقارن هو le comparé يعني هو اللي كنقارنوه اذا كنقارنو لي سيلاب باش كنقارنوهم كنقارنوهم بأون بيس دو لا ماشين يعني المقارن به فالمقارن به في هذه الحالة هو أون بيس دو لا ماشين يعني قطع أو أجزاء الآلة
وطبيعة الحال لو مول اللي كيجمع بيناتهم اللي هو لوتي دو كومباريزون او اللي كنسميوه لو كومباراتيف فعندو جوج ديال الاسماء اللي هو لو مو كوم يعني مثل او بحال. Question numéro 9. Dégagez de l'énoncé deux phrases relatives à l'exécution. Donc, tu as essayé de sortir l'IA من الفقرة اللي عندنا جوج ديال الجمل اللي عندهم علاقة بالإكزيكسيون. فالإكزيكسيون هو التنفيذ ديال العقوبة ديال الإعدام. يعني جبد لي جوج ديال العبارات اللي كيدلوا على أنهم يقتلوه، أنهم يقطعوا ليها راسهم. دونك عندي بزاف وعلى ما بان لي كانوا جوج واضحين. فعندنا افون كو ما تيت نو تومب قبل ما راسي يطيح، وهذا دليل على أن il va être décapité، c'est-à-dire il va être comment dirais-je il va être séparé de son corps donc sa tête d'un côté ainsi que son corps de l'autre côté c'est la décapitation يعني كيقطعوا ليه راسه. التعبير الثاني qu'il y a une bascule qu'on vous couche sur le ventre وكاين واحد الخشبه ولا واحد الفرشيه ولا هكا et qu'on vous couche اللي كنعسوك على الكرش ديالك فهنا في اشاره لانه غادي يكون ناعس بواحد الطريقه واللي كتسبق المرحله ديال قطع الراس. Question numéro 10. Dans quel but Victor Hugo a-t-il écrit ce roman? Donc باي هدف ولا شنو هو الهدف ديال فيكتور هوغو انه يكتب لنا هذه الروايه هذه. فهاد لا كيسيون كي سو ريبيت بوكو سوا دون لي زيكزيرسيس بوندون لي ايفالياسيون ainsi que ان هاد لا كيسيون كتحط بزاف في ليكزامان ريجيونال دونك اي تريز امبورطون دو لا كونيتر. دونك الهدف من كتابه هاد الروايه فهو الغاء عقوبه الموت. دونك فيكتور هوغو اكري سو رومون بور لابوليسيون دو لا بين دو مور. الهدف ديالو لابوليسيون الغاء عقوبه الموت. كيسيون نيميرو 11. ديغاجي دو تيكست اون ايبربول. دونك تخرج ليا وجبد ليا من النص اون ايبربول. فكنعرفوا ان ليبربول هي المبالغه يعني واحد الفيغور دو ستيل اللي كنبالغوا فيها اللي كنزيدوا فيه. دونك خديت لكم هاد ليكسبرسيون ا مي شوفو بلانشيرون افون كو ما تيت نو تومب. فهنا كيقول لهم ان شعره غادي يبيض قبل ما راسه يطيح. فهذه مبالغه، ما يمكنش ان شعره يولي ابيض قبل ما يقطعوا ليه راسه. فهذه كتعبر فقط على الدرجه ديال الخوف ديالو من ليكزيكسيون. Question numéro 12. Pourquoi le condamné ne veut-il pas nommer la chose directement? فعلاش المحكوم ما بغاش يسمي ليا هاد الشيء هذا بشكل مباشر؟ شنو هو الشيء اللي كيتكلم عليه في هاد الاكستري؟ هو لا غيوتين. علاش ما سماهاش بكل بساطه؟ كار لان لو ناراتور الراوي اي بري دون ان توربيون، هو يعني محصور ولا ماخوذ من واحد الدوامه ديال الخوف وديال الرعب، يعني دون ان توربيون دو بور اي دو تيرور. فبكثرة الخلعة والخوف من هذا الشيء هذا ولا من هذا لاغيوتين فما تيقدرش يقول الاسم ديالها. كيسيون نيميرو 13. ديت كيلي لو سنتيمون دومينون دو سو تيكست. فشنا هو الشعور المهيمن في هذا النص؟ باين تنظن باين باين بزاف درنا عليه قبل. فلو سنتيمون كي دومين دو سو تيكست اي لا بور، هو الخوف. دونك الشعور اللي عندي كيتكرر بزاف في هذا ليكستري فهو الخوف. Question numéro 14. En quelques phrases, donnez votre point de vue sur la peine de mort. Donc, Fibardil Joumel, donnez votre point de vue. Donc, on a un idéal sur la peine de mort. Aoula, le hukum bil iadam. Fahnem, si vous voulez donner votre point de vue, c'est-à-dire vous pouvez être contre ainsi que vous pouvez être pour. Mais il faut justifier votre réponse par une petite phrase qui consolide votre expression. Alors, donc la peine de mort est une punition atroce. العقوبة ديال الموت هي واحد العقاب جد قاسي et inhumaine ou غير إنساني. كيف كنلاحظوا فhumaine هي إنساني و in c'est un préfixe qui veut dire que le contraire de humain. Donc هذا la peine de mort هي واحد العقوبة قاسية جدا وغير إنسانية et doit être annulée وكيخصها تلغى car حيتاش on ne peut pas priver l'homme ما نقدوش نزيلو أو ننجردو يعني نحيدو لوم دو سافي، ما نقدوش نحيدو الحياة الإنسان بصفة عامة البشر. وهنا هاد لوم هادي فسبق لي ذكرتها لكم ذكرت بها في الفيديو السابق، ملي كيكون عندي أش ماجيسكول فأنا تنتكلمو على لوم يعني البشرية، البشر بصفة عامة الجنس البشري. وملي كيكون عندي أش مينيسكول فكنتكلمو على الرجل، كيف كنعرفو كاين الرجل وكاين المرأة.
صافي دونك هنا نعاود الجمله باش نضبطوا الفكره دونك ما يمكنش لينا نجردوا الانسان من الحياه ديالو في جميع الاحوال اونو كان كا ميم سي ساجي دان كريم وخا يكون تيتعلق الامر بواحد الجريمه دونك نديروا هنا اهم قبل ما نسدوا ساليو في هذا الفيديو فنديروا اهم ما جاء عندنا دونك شنو هي اهم شيء جا بها في هذا الاكستريم دونك اهم شيء هو ان لو ناراتور الي اوبسيدي بار لا غيوتين يعني مهووس par la guillotine. Elle exprime ses émotions de peur vers la machine. Et quand elle a dit le chapitre 26, elle a écrit la lettre de sa Marie. Et dans l'extrait de le chapitre 26, elle a dit qu'elle a dit la guillotine. Donc, avant de la vidéo, écrivez-moi les commentaires. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit figure du style qu'elle a dit ولا كذلك بغيتو شي شابيتر نخدم عليكم ابري باش نعرف شنو المطلوب باش نقدر نوجدها لكم في اقرب وقت ممكن يلا ا بلس